معلش سؤال قد يبدو غبي يعني، انا مش خبير يعني، هو ليه ما بقوش ينزلوا على القمر كتير؟ لا ما يعني هو البرنامج كان كده، البرنامج كان عشان هننزل 6 رحلات على سطح القمر. وعملنا وصلنا 6 ومن 11 لابولو 17 ابتدينا في يوليا تيست. لا يعني ليه ما حدش تاني راح القمر يعني؟ ما هي مشكلة غريبة شغلانة، هي مش سهلة يعني. مش سهلة ولا روسيا تقدر تعملها النهاردة يعني، مش ده شغلانة كبيرة جدا كان، وكان هم الاثنين بيسابقوا بعض يعني، روسيا وامريكا بيسابقوا بعض، واحنا لما كنا بنشتغل عشان ننشط الشبيبه اللي بيشتغلوا معانا يقول له يلا اعملها بسرعه، انت عايز الروس يسبقونا قبلينا، انا عارف يلا نروح. طب معلش سؤال قد يبدو اغبى من الاولاني، اتفضل. ايه الميزه بتاعه النزول على القمر؟ يعني في ناس كتير مش هيتفرج علينا يقول لك يعني ايه، يعني حد طلع ومشي على القمر، ايه الفكره هنا؟ التكنولوجيا اللي جايه من الحكايه دي، الكمبيوترز، الساعة اللي كذا ديجيتال. اللي كذا ديجيتال، كل حاجة اسمها ديجيتال جاية من دي ده، اتعملت عشان نطلع القمر. امال ايه، انت الناس دلوقتي بيشوفوك هم قاعدين في مثلا في دبي ولا في لندن، والاتصالات ما هي جاية ليه؟ كل دي كان في شبكة الاتصالات اللي عشان تتصل بالرواد الفضاء، ما هو انت دي اللي بتخليك الناس تشوف صورتك وهم قاعدين في لندن ولا في دبي يعني، مع كل الاتصالات. انا فهمت ان الصينيين بيبصوا على حته تانية، المنطقه اللي مش باينه او المنطقه غير المأهول، يعني الصينيين بيعملوا ابحاث على حاجه زي دي. الصينيين عايزين يروحوا القمر، عايزين يبعتوا يعني سفينه غير مأهوله، مش رواه، غير مأهوله على قدهم يعني. فاحنا على قدهم، على قدهم، ما هي شغلانه، ده مش بسيطه، شغلانه كبيره جدا، عايزة إعداد يعني 10-15 سنة. فالمهم إن إحنا حتى إحنا أقنعنا الصينيين، إحنا كذا علماء، وقلنا لهم لو عملتوا حاجة تعملها في حتة إحنا ما نعرفهاش، إحنا ما عملوا حتة جديدة عشان نجمع معلومات. فإحنا قلنا إن إحنا حتة في خلف الحتة المخفية عن الأرض، النصف المخفي من الأرض من القمر، ونروح في الجنوب عشان الجنوب فيه احتمال جدا يكون فيه مية تلج من أيام زمان، ما هو كل ما هو الشمس دلوقتي شديدة الحرارة على القمر، فعلا لو كان في مياه زمان كانت تبخرت ومشت.